بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد فترة سجن سنوات ونحن في سجن الأمن القومي وذاك العذاب الذي تعرضنا له والأهانة التي تعرضنا لها أنا والأستاذ عبد القادر ماروك فرنسي الجنسية، طبعا تعرضنا لأنواع من التعذيب لا يعلمها إلا الله، أهانونا إهانة كبيرة جدا. طبعا أنا ضربوني حتى حصل لي الشلل، وبترك شهادة ما تعرضت له للأستاذ عبد القادر. أما ما تعرض له الأخ الفرنسي الأستاذ عبد القادر ماروك، هم خطفوا طبعا من مطار صنعاء وجابوا له عندنا. أنا كنت قد دخلت السجن قبله. عندما وصلوا له عندنا وصلوا انهالوا عليه بالضرب بأعقاب البنادق، ضربوه بالبنادق حتى سقطوها الأرض، وبعدين كهربوه وقاموا بسحله ودشدشته بالماء الثلج وسحبوا له الشماسي، وبعدين ردوه لزنزانة للرقم 7، زنزانة انفرادي مظلمة. تركوه أشهر، يعني كل يوم يطلعوه في الليل يضربوه حتى الفجر، وكمان يعني يطلعوه الصباح يضربوه 4 5 ساعات ويردوه لعندي. أول شيء يعني كان في انفرادي في زنزانة اللي أمامي وجنبي، يعني كنت أسمع صياحه وكان يضربوه وبكاءه والضربة اللي كان يحصل له، يعني ما فيش بيني وبينه مترين من البوابة حق زنزانة حكي رقم 3، لأن 7 هي يعني المقابلة لها، انفرادي مظلمة ما فيهاش هواء ما فيهاش شمس ما فيهاش أي حاجة. عذبوه كثيرا، كان يتركوه بدون أكل، كان عندما يدق عليهم الباب أنا جاوع يقوموا بضربه ضرب شديد وضرب عنيف، ما كان يرحموش نهائيا، وكل ما يتكلم يضربوه: اسكت يا جاسوس، أنت جاسوس للمخابرات الفرنسية، أنت جاسوس، أنت عميل لأمريكا، أنت عميل فرنسا، أنت عميل مدري من أنت. المهم بهذلوه. طبعا من ضمن العذاب اللي عذبوه انه منعوه من زوجته لا يتكلم معها ولا مع اطفاله، فرقوا بينهم ولما سمحوا له بالاتصالات ولا بالزياره. طبعا عندما كان في الزنزانه الانفرادي قبل ما يجيبوه لعندي، يعني حرموه حتى الملابس، يعني جلس بسروال وفنيله مده تقريبا 3 اشهر بدون تغيير، ما فيش تنظيف، ما فيش ماء، ما فيش يتروش، ما فيش صابون، ما فيش شامبو، ما فيش أي حاجة. يعني حتى إن جسمه امتلأ، يعني كان يتساقط بالقمل وأصيب بمرض الجرب من شدة وساخة السجن اللي كان عبد القادر فيه. بعدين عندما خرجنا لشمتي وردوه عندي وجلسنا مع بعض الفترة، يعني فترة أكثر من سنة أنا وعبد القادر، شكالي بالعملية النصب والاحتيال اللي حصل عليها من إحدى الشركات اليمنية، واللي بسببها كان دخوله إلى صنعاء. يعني هو هرب من الجنوب خوفا أن أحد يقتله ولا يحصل في أي شيء في يعني في عندما غابت سلطة الدولة وانكسرت وسيطر تنظيم القاعدة على حضرموت، خاف على نفسه وهرب إلى صنعاء. وصل طبعا مسكوها الحوثيين في المطار بهذا التهمة الكاذبة، عذبوه كثيرا على أساس أنه يريدون مادة إعلامية لقناة المسيرة أن عبد القادر هذا جاسوس لفرنسا وجاي يتجسس على اليمن. إحنا كلنا اللي في السجن نعرف أن الرجال مظلوم، والرجال طبعا أكلوا أمواله، دخلوا معه أموال كثيرة، من ضمن المفارقات أنه مرة حول لي 500 يورو وأكلها أبو شامخ وأبو محمد وأبو علي الحوثي وما وصلت. وكلمت في الشمسي قلنا بيقول لي قال اشتروا لك علاج، قلنا لا ما اشتروا علاج، ما اشتروا لك انت يا عبد القادر، كيف اشتروا لي انا؟ قال انا اعطيتهم 500 يورو. قلت فين الفلوس؟ قالوا ما لك دخل، اكلوها عليه، فاكلوا كل المبلغ اللي معاه، يعني اكلوا هذه الايام ما يعادل يعني 60,000 دولار، كانت حوالي 45,000 يورو اللي اخذوها بس، وما قدر يتكلم، وطبعا خارج من سجنه خايف يتكلم، وايضا ما كان يقدر، يعني عندما كان يقول لهم انتم حرامي انتم اخذتم فلوسي، كان يقوموا ينهالوا على بالضرب ويهينوا. واترك المجال الان للاخ عبد القادر. طبعا احنا انتقلنا من السجن الاول للسجن الثاني، وبعدين انتقلنا للامن السياسي. عندما وصلنا للامن السياسي كانت هناك المأساة، كان يتعلق في الشمسي لفترات طويلة، يعني كان يجلس طوال الليل في الشمسي على يد ابو سامي وعلى يد ابو اسلام، هؤلاء وابو عمار، هؤلاء كان يعذبوه عذاب كبير جدا. أترك الكلام. الأستاذ عبد القادر ماروك، كيف كان التعذيب للشيخ جمال المعمري؟ يعني التعذيب حق الشيخ مرمري، كنت يجوا العسكر 3 4 عسكر يخرجوا من زنزل من الغرفة، نفس كل مرة في الليل، وصل في الليل يرجعوا، يعني كنت نسمع الصوت للسياح مع الدور
مع الكهرباء مع الماي، تمام. بعدين يرجع تقريبا الفجر الساعة 5 6 الصباح، يرجع ما يقدر والله يتمشى ولا حاجة، فوق البطانية كده، فوق البطانية العسكر اللي دخلوا في الغرفة 3 اليوم، ولا يأكل ولا يتكلم مع الوجع الظلم، تمام. كنت يجلسوا 4 5 عسكر يضربوا، نسمع الشيخ مرمري كنت يسيح، نسمع الكايبل كنت يضربوا مع الكايبل، هو يقول لهم لو سمحت لو سمحت وقفوا، يزيدوا يزيدوا، واحد عسكري يتعب يجي واحد عسكر تاني يضربوا تاني، وكذا كذا 5 6 ساعة، تمام. كلمهم كيف الزنزانة اللي كنت أنا فيها من ال الغرفة الغرفة الزنزان كله نفسه، يعني الضوء خفيف، ما تشوف صاحبك محبوس معك، ما تشوف وجهه، تمام. في الصولاصول يعني في الأرض، في مسخ، كل مسخ ماي ما في، يجيبونا بلدي، 1 2 بلدي، الحمام ما في ماي، وقت نبول داخل صحن ولا كيس، وبعدين يجي عسكر اليوم تاني يقولنا خرجوا الكيس، يعني حتى الحيوان ما يقدر يعيش في هذه الغرفة، مسخ مسخ كامل، أكل ما في، علاج ما في. أنا كنت نسمع مرمري يطلب علاج مع الوجع، ما يقدر يتمشى، الحين يشوف فوق الكرسي، ما يجيبوا علاج، يقولوا موت، نسمع عسكري يقول موت 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 حيوان، موت يا كلب، يسبونا، تمام. كده 2 سنين ما شفته، 2 سنين وصل. أستاذ عبد القادر، لماذا حبسوك وما كانت تهمتك؟ يعني مسكوني في مطار دولي صنعاء 2016 شهر 1، أول القضية جابوني قالوني أنا جاسوس استخبارات الفرنسي، تمام. لكن أنا 7 سنين أشتغل في اليمن مع وزارة النفط، عندي عقد شغل، يعني بعدين غيروا القضية مع قضية تاني، يعني يجيبوا كل الأجنبي يجيبوا نفس الكلام، أنا جاسوس. ومرمري قالوا جاسوس من السعودي، حكومة سعودية ومقاومة، تمام، نفسه يعني نفسه. كم متى تواصل معك الشيخ جمال وكم جلس يتواصل معك؟ أنا خرجت الحبس يعني ديسمبر، شهر ديسمبر 28 تاريخ، تمام. واحد ابريل، بعد ثلاثة شهور ونص، الشيخ مرمري كلمني، تواصل مع أختي في فرنسا وجابوا الرقم حقي في اليمن، تواصل. من ساعدك بالهجرة أو المغادرة من صنعاء إلى مأرب؟ يعني كنت تتواصل، أنا يعني وصل من طريق واتساب، كنت متواصل مع جميع الشيخ مرمري، جمال. أيوة، وهو سوى ترتيب من السعودي، كنت أتواصل مع أصحابه في صنعاء، وأخو حفاد في مأرب يسلمني، واتفقنا كده نخرج طريق مأرب من طريق حق جمال سوا. يعني التقوا بك في مأرب وظليت أيوة، معهم، يعني إحنا أجلست في بيت أخو قمنا في بتهريبه مأرب، من أيوة. صنعاء. تم تهريبك عبر الشيخ جمال أيوة. مأمري. من الذي وقف معك يعني في مأرب بشكل كبير؟ كيف؟ من وقف معك في مأرب؟ من يعني من يعني اللي الحكومة؟ جلس؟ لا لا، يعني من اللي جلس معك في مأرب؟ يعني عندنا في حافظ، أخوه أخو حافظ، حافظ. حافظ، أنا رسلت حافظ أيوة، طبعا. هو كنت يجي يسمع لي، يجيبني من مقعدي وكل شيء، حق الأطفال وأنا وكل شيء. شكرا أستاذ عبد القادر. شكرا جزيلا. طبعا اللي تعرضنا له من جرائم، نحن ننادي من؟ ننادي الهيمن رايت ووتش، ننادي لجنة العقوبات الدولية يس بمجلس الأمن، ننادي المفوضية السامية، ننادي أيضا المقرر العام بالأمم المتحدة، ننادي أيضا لشؤون التعذيب، وننادي المقرر العام لشؤون المختطفين، نناديهم بالكامل أن يتدخلوا وينظروا إلينا. فنحن يعني لم يلتفت إلينا أحد، الرجل طبعا أنا قاموا بنهب بكل ممتلكاتي، كما الأخ عبد القادر نهبوا كل ممتلكاته، يعني ما راعوا فيه لا إلا ولا ذمة، سرقوه سرقة من أول، وسرقة يعني في السجن، وسرقوا عليه كل شيء.